الوقوف على أبرز المشكلات والعقبات التي تواجه العراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل على تذليلها وحلها ضمن توجيهات مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مساعدة العوائل الراغبة بالعودة الطوعية إلى البلاد. أعداد كبيرة راغبة بالعودة الطوعية إلى العراق، فإحنا أيضا مشجعين من خلال برامجنا اللي حقيقة أطلقناها من خلال الفترة القادمة لاستقطاب العوائل اللي ترغب بالعودة من خلال امتيازات تقدمها الوزارة تشجيعا لعودتهم وعودة طوعية لبلدهم، باعتبار أنه بلدنا الآن مستقر على مستوى أمني كبير جدا، مستقر على مستوى سياسي، هناك خدمة فعلية تقدمها الحكومة على رأسها دولة رئيس الوزراء. الحديث كان عن همومهم ومشاكلهم، وإن شاء الله نأمل ونصلي أنه ربنا يخفف من هالآلام ومن هالاضطرابات الموجودة، ونقدر نخدم هذا الشعب الطيب بكل فئاته، لأنه شعب يستحق أن يخدم. ملفات أخرى تمت مناقشتها مع الجالية، منها ملف التعليم والصحة وإمكانية دعم العوائل العراقية المتعففة المقيمة على أرض المملكة وتصويب أوضاعهم. تسهيل إجراءات الطلبة أو أبناء الطلبة أبناء المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وإبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الأردني من أجل تبسيط إجراءات دخولهم وخروجهم في على أرض المملكة. لدينا برنامج مشترك مع وزارة الخارجية في مساعدة العراقيين اللي ليس لديهم مبالغ للعودة، ولدينا مع عدة من الدول في مساعدة العراقيين بتحمل أجور تكاليف العودة الطوعية للعراق بعد إكمال الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم. جلسة ودية جمعت بين وزيرة الهجرة والمهجرين والجالية العراقية، ناقشت أهم المشكلات التي تعيق وجود الجالية العراقية في المملكة وسبل العودة إلى الوطن. هبة السوداني العراقية الإخبارية، عمان.